يبحث في الأدلة التفصيلية، يستنبط الفقيه، يستنبط الحكم، يستنبط الحكم من الأدلة التفصيلية. كيف يستنبط الفقيه الحكم؟ يستنبطه من قواعد معينة. من الذي وضع هذه القواعد للاستنباط؟ الأصوليون. إذن علم الأصول يبحث في كيفية الاستفادة من الأدلة الكلية لا الأدلة الجزئية التفصيلية. كيف نستفيد من القرآن الكريم؟ هناك قواعد إجمالية وهناك أدلة إجمالية. الأدلة الإجمالية كما قلنا هي مصادر الشريعة، القرآن والسنة والإجماع والقياس، هذه هي المتفق عليها إلى حد ما. وهناك أدلة مختلف فيها، أبرزها الاستحسان والمصلحة المرسلة والعرف وشرع من قبلنا وسد الذرائع. سد الذرائع هذه أدلة مختلف فيها. أصول الفقه يتعامل مع الأدلة الإجمالية ومع القواعد الكلية. القواعد قواعد عامة كبيرة يندرج تحتها جزئيات كثيرة. فحينما يضع الأصوليون قاعدة الأمر للوجوب، هذه قاعدة عامة ينطبق عليها كل أمر في القرآن الكريم، فيأتي الفقيه ليطبق هذه القواعد الأمر للوجوب فوجد فعل أمر. إذن الحكم الشرعي سيكون الوجوب. ما لم تأتي قرينة تصرف الحكم عن الوجوب إلى الندب أو إلى الإباحة. صلوا على سيدنا رسول الله. من الذي وضع هذه القاعدة؟ الفقيه؟ لا، الذي وضعه هو الأصولي. يعني كأن أصول الفقه يرسم ويضع القواعد العامة والخطوط العامة للفقيه، يرسم له الخريطة التي سيسير عليها، والفقيه يطبق ما وضع له. حينما يريد أن يستنبط حكما معينا لا بد أن يتبع هذه القواعد، لا بد أن يسير عليها، وإلا لفهم النص بهواه بعيدا عن القواعد الكلية الشرعية. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا هذه القواعد الكبيرة التي أخذت من أساليب العرب في التعبير ومن لغة العرب، فالعرب مثلا صيغة الأمر عندهم تدل على الإيجاب، وصيغة النهي تدل على التحريم، وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقا دون تقييد. فهذه قواعد كلية، فيأتي الفقيه يأخذ هذه القواعد ويطبقها على جزئيات الدليل الكلي، يعني على الأمور الجزئية. نضرب مثل قاعدة الأمر للإيجاب، الأمر للوجوب، يريد الفقيه أن يطبقها على قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فينتج الحكم وهو الوفاء بالعقود واجب. هذا حكم شرعي. من أين استفاده الفقيه؟ من قوله تعالى أوفوا. طيب أين الدليل؟ أوفوا فعل أمر، إذن الله يأمرنا والأمر يقتضي الوجوب. من الذي قال إن الأمر يقتضي الوجوب؟ هذه قاعدة لم يضعها الفقيه وإنما هو يطبقها، الذي وضعها الأصولي. إذن الأصولي القواعد الأصولية مرحلة تسبق القواعد الفقهية. وإن كان الفقه قد نشأ أولا، الفقه نشأ أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين للناس الأحكام التي تأتيه عن طريق الوحي. لذلك لا يسمى النبي صلى الله عليه وسلم فقيها. ليه؟ لأن علمه لا يأخذه من استنباطه ولا يستفيده من الأدلة، وإنما يستفيده من الوحي. صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا
قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، الحكم الشرعي كل أم محرمة، كل أم. ليه؟ لأن اللفظ هنا ماله عام، يبقى سواء كانت أم حقيقية أو أم من الرضاعة هي إيه؟ هي أم، يبقى كل أم محرمة، لأنه قال أمهاتكم بصفة عامة، ما قالش أمهاتكم من النسب، أمهاتكم من، فبما أن النص جاء عاما يبقى يحمل على العموم. أيضا قوله تعالى فتحرير رقبة، النص هنا جاي إيه؟ جاي مطلق، ما قالش رقبة مؤمنة، في بعض المواطن قال مؤمنة، لكن في نص التكفير كفارة الظهار بالذات في أول سورة المجادلة قال فتحرير رقبة، يبقى يصلح تحرير أية رقبة، مؤمنة كانت أو كافرة. مثلا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، لا يسخر ده إيه؟ لا تفعل كذا، ده نهي، اسمه نهي، ينهاك عن أن تفعل، والنهي يفيد التحريم عند العرب، ولذلك الأصوليون وضعوا قاعدة النهي يفيد التحريم، يجي الفقيه يطبق يقول السخرية، سخرية قوم من قوم محرمة، يبقى الحكم الشرعي تحريم سخرية الناس بعضهم من بعض. الدليل لا يسخر، ايه الشاهد في الدليل؟ نهي. طب وايه يعني النهي؟ النهي يقتضي التحريم، احنا كده ماشيين بطريقة متسلسلة، صلوا على سيدنا رسول الله. وهكذا تجد ان العلم يضبط الفهم، خلي الواحد ما يقولش اي كلام، لابد ان يكون كلامه منضبطا. ماذا تقول؟ وما الدليل على ما تقول؟ واين المرجعية الأصولية للدليل في كل مسألة؟ صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول هذا العلم مما اختص الله به هذه الأمة، ضبط للفهم ومنع للانحراف الفكري. فأي إنسان ليس عنده هذه الطريقة في الاستنباط إذن ليس هو من أهل الاستنباط، وإنما من أهل الاستعباط. صلوا على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغاية المقصودة من علم الفقه هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم. أنا بعمل كذا، ده حكمه إيه؟ ولذلك الناس بتروح للفقيه، أنا صحيت متأخر وما صليتش الفجر، أصلي السنة الأول ولا أصلي الفجر الأول؟ يبقى هنا المطلوب تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس. الرجل ده يعمل إيه؟ وتأخير الصلاة حكمه إيه؟ والتي لديها عذر شرعي تعمل إيه؟ هذه غاية الفقه، صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غاية أصول الفقه فتختلف عن ذلك. غاية أصول الفقه ليس أن تضع لك حكما جزئيا، ما بتتعاملش معك أنت، مع المكلف. أصول الفقه لا يتعامل مع المكلف مباشرة، أمال بيتعامل مع مين؟ أصول الفقه غايته أن يطبق الفقهاء قواعده. يبقى أصول الفقه عايزه يريد من الفقهاء أن يطبقوا القواعد والنظريات على الأدلة التفصيلية حتى يستنبطوا استنباطا صحيحا. إنما الأصول نفسه ليس هو الذي يستخرج الحكم، مش هو اللي بيمد إيديه ويطلع، لا ده هو بيعلمك، زي اللي انت لما تعلم واحد ازاي يصطاد، انت ما تروحش تصطاد له، لكن علمته خلاص الطريقة واديته